طيب بنرحب بحضراتكم في الفقرة الأولى معانا، وزي ما نوهت قبل يعني الفاصل احنا معانا دكتور مروة نوح، وهي كل مرة بتنورنا بتدينا بجد يعني معلومات مهمة جدا. وفكرة هنا ان احنا داخلين على خلاص فصل الشتاء والناس رابطة الشتاء بالتخن، معرفش هل أصلا المعلومة دي صح ولا لأ؟ طب ولو صح هنعمل إيه؟ يعني صباح الخير يا دكتور. صباح الفل، نورانا يا دكتور. ازيك يا كريم، أخبارك إيه؟ لو صراحة الحمد لله ربنا يخليكي، لو صح هنعمل إيه؟ تعالي نبتدي بالسؤال ده. لو فعلا الشتاء مرتبط في أذهان ناس كتير جدا بإن الواحد عشان يدفى فكتير بقى من المشروبات السخنه، شوربه، اكل كتير، الى اي درجه الكلام ده صحيح؟ بس قبل ما ابتدي يحضرني، اخر مره كنت هنا كان نفس السؤال على الصيف على فكره. لا بس داخلين على السوايل، كان السوايل وقتها. لا بس مش التخن مع الصيف، بالعكس احنا قلنا ان لا كنا قلنا الصيف والاجازات والسفر والتخن وكده. بس نبتدي بالشتاء، المعلومه صح فعلا ان مع الاحساس بالبرد بيبتدي الجسم يبذل طاقه اكتر علشان يدفي الجسم، يبتدي يدي احساس بالجوع. دي صحيحه فعلا، بس بنسبه، لان برضو في الصيف الجسم بيبتدي يبذل طاقه عشان نعرق، عشان يظبط درجه حراره الجسم في الحر. ففي الحالتين على فكره الجسم بيبذل شويه طاقه زياده. وعلشان بس الناس تبقى فاهمه، السعرات اللي بنحتاجها زياده علشان نقاوم الحته دي من 100 ل 200 سعر، يعني سناك صغيره مش حلوه يعني. مش حلوه. مش حلوه للكرنب لا خالص. فدي النقطه اللي بتفرق. وبعدين برضو في نقطه تانية لازم الناس تاخد بالها منها، الناس اللي حاسه بالبرد دول قاعدين فين؟ قاعدين في البيت، شغالين الدفايه، فاتحين الفرن، فاوريدي الدنيا دافيه. تملي حتى المعلومه دي للناس اللي بتشتغل في الاوت دور، في المناخ البرد وفي البلاد البرد قوي، لكن مش في بلادنا قوي لان احنا مش مسكين. حتى لو في البيت برضو الامر ما يخلاش شويه بليله سخنين، زر بطاطا سخن طالع من جميله الفرن. الحاجات دي على فكره هي الفكره اللي بيتخن كتره الاكل. احنا عندنا كمان حاجه في الشتاء وفي الخريف على فكره اسمها ساد سيزونال افكتيف ديس اوردر، اللي هو اكتئاب اللي بيصاحب تغيير الفصول واكتئاب اللي بيصاحب في الشتاء. ودي بتبقى نتيجه ان الشمس او الاضاءه بتبقى اليوم قصير، واحنا الضوء مرتبط معانا بانتاج السيروتونين او هرمون السعاده. فحتى في البلاد المغيمه تلاقي الناس عندها ديبرشن كتير. سبحان الله، الضوء والشمس بتعلي هرمون السعاده. فمع ان اليوم قصير قوي، مع ان الليل بيجي بدري النهار قصير، فالناس كتيره بتبتدي يجي لها زي اكتئاب او ديبرشن. القعده في البيت اكتر، يمكن بدري بقى في البيت، فبنقعد في البيت فترات اكتر، ده بيخلينا ناكل اكتر وبيخلي القعده في البيت يعني غير لما بنبقى ملهيين في الشارع مش لاحقين ناكل، في الشغل مش عارفه ايه. فكل الحاجات دي عوامل مساعده لازم نركز فيها جدا، ان فعلا ناس كتيره جدا بتخرج من الشتاء تخنانه زي ما حضرتك قلت. اكل طول ما احنا قاعدين، القعده في البيت اكتر، الجو برد، طب يلا نخبز كيكك، طب يلا نفتح الفرن على اي حاجه. لكن بليله وبطاطا الحاجات دي جميله، لازم احنا لازم هناكل، بس هناكل قد ايه وكم مره، دي اللي هتفرق معايا. طب ممكن اقول حاجه عشان نبقى واقعيين برضو يعني ونجيب من الاخر؟ احب انا يعني الدايت صعب، الدايت صعب بجد جدا، وحاجه يعني بجد بتجيب اكتئاب اصلا، والمود بيبوظ ونفسك بتروح لحاجات وبتبقى عصبي، يعني دي اعراض الدايت، اعراض انسحاب. انسحاب الاكل بصراحه. فيعني نعمل ايه من غير ما يعني ليه ايه ممكن ناكله من غير ما نجوع ونخش في مود اكتئاب بقى؟ يعني نسهلها على نفسنا ازاي؟ حلو قوي السؤال ده، انت جبتي الخلاصه. اما بتقولي الدايت صعب وبيجيب اكتئاب واعراض انسحاب، ده فعلا بيحصل، لان عاده اللي بيتخن بيتخن عشان بياكل الحاجات اللي بتعمل ادمان، زي ادمان المخدرات. اما حد يجي يكون مدمن مخدرات بيودوه مصحه يقفلوا عليه، لان ما يقدروش يبطلوا مره واحده. النيكوتين اللي بيشرب سجاير بيحط له باتش تطلع نيكوتين قليل لغايه ما يبطل. ففعلا اللي بيبتدي دايت غلط من بياكل كده لما ياكلش خالص بيجيله اكتئاب. مش كده تملي بنقول التدريج، يمكن كذا مره قلناها، فاكره نشيل ربع الطبق، نشيل مش عارفين. ما ينفعش ابقى باخد المواد اللي بتعمل اكتئاب، بتعمل تحسن المود، زي السكر الابيض والدقيق الابيض، زي اللي كل بناكله. ما اللي بيتخن بياكل ايه؟ حلويات، يا كيكه، يا بيتزا، يا مخبوزات، فكل الحاجات دي، الحاجات اللي هي دقيق ابيض وسكر ابيض اللي بتجيب ادمان. ما ينفعش الناس تيجي تقول لي ايه انا عامله دايت، عامله ايه يا ستي؟ شايله نشويات ودهون خالص. طب ما انا هيجي لي اكتئاب، واما بطل وخسيت 20 كيلو هيجي لي انفجار بعديها، لان محدش بيعيش كده. فالحل في التدريج. اما بدرج الموضوع مخي بينسى بالتدريج، زي بالظبط باتش النيكوتين، زي ما اروح مصحه يبتدوا يدوا المخدر بصوره منتظمه قليله جراديولي، فالمخ يبتدي ينسى، فاعرف ابقى طبيعي، اعرف اخد حلويات مرتين ثلاثه، مش كده اللي عملوا كيتو مثلا. كيتو بيمنع النشويات خالص،
تيجي تقول لك ايه، انا قاعده في رمضان البسبوسه قدامي والكنافه ما بقتش اشتهيها، تعبت اول اسبوع جالي كيتو فلو اللي هو الصداع واعراض الانسحاب، بعد كده جسمي اتعود. اعراض الانسحاب بالظبط، هي ادمان. وبعدين جسمي اتعود انسحاب البسبوسه. فدي مهمه جدا ان الناس، احنا انا بعاني من زي ما قلنا قبل كده المفاهيم الغلط، ان انا بتتم مسلوقين فراخ مشويه وسلطه او زبادي، دي مش عيشه، صعبه، لا مش قادر يعملها. لكن التنظيمه والتدريجه وان انا اخد حلويات مره مرتين ثلاثه في الاسبوع في ظل سعراتي بطريقه منظمه، دي بتمشي الموضوع. اخد حلويات بمعنى يعني اخد واحده بلح الشام ولا يعني اخد طبق يعني؟ لا بصي، طبعا كلمه واحده ولا اثنين جعانه شكلها. انت بتتكلم بالطبق، خلي بالك يعني. دخلنا في رمضان فجاه بلاش شيء. وحده القياس عندها طبق. لا هي الفكره طبعا السعرات بتتحسب، يعني انت غير كريم، غيري غير اي طبعًا. حد. فمثلا لو بلحه الشام مثلا بتدي 200 سعر، هو انت اصلا بتاخدي كام سعر في اليوم عشان اخلي لك منهم 200 في بلح الشام؟ هي دي اللي بتفرق. فواحده او اثنين وثلاثه اكوردنج للبادي باس اندكس او مؤشر كتله الجسم. اللي قد كده دي 200 سعر؟ بصي في دلوقتي بالقشطه وبالشوكولاته وبتحطيها في صوص، يعني في حاجات طب. في حاجات بيخترعوها. انا بس عايز اسالك في حاجه هي بعيده شويه عن اللي احنا بنتكلم فيه والانظمه الغذائيه، بس عشان حضرتك ذكرتيها مرتين فده اثار التساؤل ده جوايا، واعتقد ناس كتير جدا ممكن تهتم بالاجابه على السؤال ده. موضوع الباتشز بتاعه تبطيل التدخين، بنسمع من ناس كتير ان هي لا مش عامله شغل، ودي لا اي كلام، واشتغاله وحاجات زي كده. الى اي درجه هي فعلا فعاله؟ لا هي مش اشتغاله خالص. بص الناس اللي بتقول كده هم غالبا من جوه مش قادرين يبطلوا، لان هي طبعا بتدي نسب نيكوتين اقل من السجاير. يعني بتمنع رغبه الواحد في انه يولع سيجاره؟ لا مش بتمنعها. مش بص ما فيش حاجه بتلعب في الاراده، الاراده دي من جوانا. هي بتعمل زي ما قلت لك، يعني بتخليك ان انا ما عنديش الصداع الرهيب اما بطل مره واحده. ما ينفعش ابقى بدخل نيكوتين، يعني عنصر مساعد مساعد، لكن ما فيش حاجه سواء في دايت سواء في نيكوتين سواء اي حاجه بتغير رغبه البني ادم غير نفسه من جوه او ارادته. دي من جوانا احنا، ملهاش اي علاقه باي دواء ولا اي حاجه. حتى اللي عنده اكتئاب وياخد مضادات اكتئاب، لو هو من جواه مش عايز يساعد نفسه عمره ما الاكتئاب بيروح. تلاقي ناس كتير جدا بتاخد مضادات اكتئاب ومكتئبه اكتر، بيساعدش نفسه. فلازم نساعد نفسنا في اي حاجه محتاجه اراده في الدنيا، وده اللي انا بحبها على طول بصراحه. طب يعني هل بتنصحي، لان المعلومه دي انا سمعتها قبل كده، اي حد قبل ما يعمل دايت يعمل فحوصات معينه عشان يقدر يعرف هو التخن اصلا سببه وراثي ولا اكل كتير ولا حاجه هرمونز غده او حاجات زي كده او نقص فيتامينز معينه؟ بصي هي بتبقى منظومه معينه، يعني ايه؟ لو حد بيعمل دايت ما بيخسش لازم نطلب اكوردنجلي تحاليل معينه، لان اكيد في عائق هرموني مخليه ما يخسش. لكن غالبا اللي بيتخن بيبقى جينات، لان هو في ناس بتاكل وما بتتخنش، عارفهم انت طبعا. بس كنت مش باكل قوي يعني، محظوظين محظوظين. بس في ناس بتاكل ما بتتخنش، دي جيناتك، فهو اللي بياكل بيتخن. فزي ما انت قلتي، هو عامل وراثي ولا بياكل كتير؟ هو الاثنين، هو عامل وراثي وبياكل كتير. طب برضو بما اننا بنتكلم على فتره تغيير الفصول ودخله الشتاء وادوار البرد المعتاده، ناهيكي عن ان احنا لسه لغايه دلوقتي في اجواء كورونا، هل في مشروبات معينه او اكلات معينه بتعلي من المناعه بتاعه الجسم؟ طبعا اغلب المشروبات العشبيه اللي بنشربها بتعلي مناعه الجسم. بس هعمل ستريس على حاجتين النهارده، الشاي الاخضر لانه مشروب ساخن ما فيهوش سعرات، كافيينه مش كتير، اقل من الشاي الاحمر، في نفس الوقت مضادات الاكسده فيه عاليه جدا، فبيحسن في المناعه. في فلافينويدز، في حاجه اسمها اي جي سي جي، وده مضاد اكسده قوي جدا، بيساعد في ان هو بيساعد كرات الدم البيضاء، فبيساعد جدا في عمليه المناعه. في حاجه ثانيه، العرقسوس مشروب بتاعنا، وطبعا بس ياخدوا بالهم الناس اللي عندها ضغط لانه بيعمل بيشيل ميه شويه. بس العرقسوس كان عليه ابحاث من وقت السارس انه بينظف الجهاز التنفسي، هو مضاد للالتهابات قوي جدا. فبرضه هو من الحاجات اللي بحبها قوي، اللي مش متدرجه قوي في المناعه، متدرج في رمضان بس. بس من الحاجات اللطيفه قوي اللي بتتاخد سعراتها قليله جدا، وفي نفس الوقت بيعلي جدا جهاز المناعه، خصوصا الجهاز التنفسي اللي احنا عندنا فيه مشاكل وقت الكورونا. غير كده بقى الحاجات اللي كنا هنخش دخلها بقى المناعه دي في فقره الشتاء او في حته الشتاء اللي بتتخن، زي ما انت قلت المشروبات. في فرق ان طول ما انا قاعد بردان اشرب هوت شوكليت، اشرب سحلب، الحاجات اللي فيها لبن بدهون بسكر كتير، يعني ممكن اشربها بشويه تعديل فتديني سعرات قليله، وان انا اشرب كمون بليمون بيزود المناعه جدا. كمون بليمون مع ميه سخنه بقى؟ مع ميه سخنه بيزود الحر، حامي شويه خالص، بشربه على طول اول حاجه وبيريح قوي القولون.
الناس اللي عندها انتفاخات وكده الكمون بيريح جدا. تاني حاجه بيعلي المناعه، تالت حاجه طبيعي وبدون سعرات خالص، بيبقى شويه عامل زي ميه حمص الشام. ايوه عندنا بيعملوها دي في القناه، لذيذه جدا وبتعلي الحرق وبدون سعرات خالص وسخنه دافيه. حمص الشام جميل ومغذي ومليان فوائد، بس ما خدش منه كتير لان الحمص فيه نشويات وبروتين، فمثلا 3 4 معالق كبار بيبقى اناف، والباقي اشرب ميته. الشاي الاخضر قلنا حلو جدا، القرفه جنزبيل، ما لسه كنت اقول القرفه بالجنزبيل، بس ساعات الناس اللي عندهم التهاب في المعده الجنزبيل بيتعبهم شويه، فياخدوا بالهم من دي لان ساعات بيشربوهم مش واخدين بالهم عشان معروف انه المناعه كويس، بس بيعمل بيزود التهابات المعده لو انا بالذات لو اتاخد كتير وعلى معده فاضيه. فالمشروبات العشبيه بانواعها بردقوش بقى زعتر، الحاجات دي كلها بلا استثناء بتعلي المناعه. كلها ايه البردقوش ده؟ معلش ده حاجه خضره كده حلوه جدا جدا، خضره. انا عارفه اسمه زي النعناع والحاجات دي، على فكره موجوده عند العطار وساعات بيتزرع في البيت لو حد عنده بات او باتس الصغيره دي. منه برضو زي جميل، زي التي باجز كده، منه زي التي باجز. انا بفضل احسن من التي باجز. في بردقوش باجز، ايه اللي انا بقوله ده؟ في 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 لا انا عايز بس اوصل لها فكره انه زي التي باجز بيبقى في منه اللي هو الفاكهه يعني. بس انا عاده بحب الحاجات الفريش او المجففه اللي بتتجاب من عند العطار، بس هو في منه تي باجز. بردقوش في حاجات بتطلع كده بتفرط في الواحد. لا والله بس عشان عايز اوصل زي الكاموميل والبردقوش والزعتر، كل الحاجات دي في منها تي باجز، في منها مجفف عند العطار. تمام. فالحاجات دي جميله ونشرب منها زي ما احنا عايزين. منها انها بتدينا بدل الميه اللي احنا بننساها في الشتاء، الميه بتتنسي خالص في الشتاء عشان ما فيش حر، ومنها انها بتزود المناعه كلها، ومنها انها بتدفيني مش محتاج قوي احط عليها سكر. هي لسه معجبه بالبردقوش. طيب هروح لحاجه ثانيه مع حضرتك. الناس خست، اوكي خلاص خسينا، ازاي بقى نحافظ ان انا ما ارجعش تاني؟ يعني دي نقطه، دي نقطه مهمه شغلاكي. تملي بقول لهم علشان نحافظ، تملي عمليه الاحماء او الدايت او الرجيم تبقى سعراتها اقل من عمليه التثبيت، فبقول لهم اطمنوا يعني بلاش نخاف ان احنا نخس، لان احنا واحنا بنثبت هناخد اعلى شويه من واحنا بنخس، بس مش هرجع للهابتس بتاعتي. الفكره اللي بيتخانوا انهم بيرجعوا يعملوا زي ما كانوا بيعملوا قبل ما يخسوا. طب ما انا هتخن تاني، ما انا امال اتخنت ليه اولاني؟ فلازم ابقى في النص، لا ان انا اعمل زي السعرات القليله قوي وانا بخس، ولا ان انا اخد برضو زي ما كنت بعمل وانا قبل ما اخس. هجيب الموضوع باعتدال في النص، تفرق جدا جدا جدا. يعني لا هبقى واخد بالي قوي 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 زي وانا بعمل رجيم، ولا هبقى مرحرح زي الفتره اللي اتخنت فيها. لازم اركز في دي جدا، اركز في عدد الوجبات. بقول لهم كوبايه ميه كبيره او كوبايتين ميه قبل الاكل بتفرق قوي. والحاجه اللي تفرق قوي 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 الناس ما بتاخدش بالها منها، ندغ الاكل او مدغ الاكل. اندغ بالراحه، المعده بعد 20 دقيقه من 15 20 دقيقه بتدي اشارات للمخ ان شبعت. فاللي بياكل بالراحه بياكل اقل، اللي بياكل بسرعه بياكل اكتر. كوبايتين الميه دول بيملوا المعده، ما يملوها يعني، ما احنا عايزين. انت بتتكلمي ان ده هيقلل كميه الاكل، هيقلل كميه الاكل. أوكي. ده عامه وانا باكل يعني تبقى اسلوب حياه، وانا باكل اكل بالراحه قوي. يعني مثلا باكل بمعلقه كبيره اكل بمعلقه صغيره. أوكي. باكل بمعلقه اكل بشوكه، ده عاده يعني. بيحسن الهضم وبياكل كميه اقل. حلو. برضو من الحاجات المهمه جدا مع دخله المدارس بقى، كل سنه وحضرتك طيبه، فكره اللانش بوكس. في ساعات امهات بيبقوا معتقدين بالخطا ان في حاجات معينه لو اتحطت في اللانش بوكس فدي تمام بالنسبه لابنهم. يعني ده اعتقاد صح ولا غلط؟ اعتقاد خاطئ، بيخليهم يحطوا حاجات تساعد على السمنه. زي مثلا العصائر المحفوظه، بكرهها اللي كل يوم مثلاً. دي الطفل مش هيتحرم، بس الحاجات المحفوظه بنقول عليها امتي كالوريز او سعرات فارغه، بيديله سكر بس ما بيديلوش اي فايده وبيضره. ايه اللانش بوكس النموذجي؟ يعني بحب نحط فاكهه، لازم الولاد تتعلم فاكهه في المدرسه. عنب، الحاجات اللي ما بتبص بقى. أوكي. تفاحه، كمثرى، برقوق، برتقان في الشتاء، الحاجات دي ما بتبص. في تملي بقول لهم في علبه للموزه، شكل الموزه كده لذيذه قوي في الشتاء، بتبقى الحاجات دي ظريفه قوي. احسن ما ادي كيس كاندي، كيس حلويات، الوان صناعيه بتبوظ السنان، سعرات فارغه، ادمان سكر، فالولاد بيبتدوا يخشوا عايزين على طول. ما عنديش مانع خالص ندي مثلا ساندوتش شوكولاته اللي هو زي الشوكولاته السبريد دي، الولاد كلها بيحبوها. انا تملي مثلا مع اولادي كنت بحط تحتيها جنين قمح، فبحيث انها تديهم فايده، طعمها ما يبانش، في نفس الوقت تبقى اي حاجه مفيده مع السكر اللي بيتاخد. بس مش عيب خالص ان ادي ولادي الساندوتشات في العيش البني اللي اتعودوا عليه من هو صغير،
هما بيطلعوا ان هو العيش البني ده الوحش بتاع الدايت بتاع الخسيه، لا ده الصحي اللي فيه اللي بيدهم بطاقه اللي هو ناشف ولا بيبقى العادي؟ العيش الايه؟ البني الناشف ولا العادي؟ اللي على حسب ما الولد بيحبه كده كده. في دلوقتي بيتي باع وفي زي الفينو بني وفي توست في اشباع يعني بني. عادي بني يمين اللي هو التوست ناشف او عادي مش فارقه. جميل سوري على سيره العيش. مفيش مشكله نعود الاولاد من هم صغيرين على الحبوب الكامله، مش عيب خالص. بكره الحاجات المحمره الناجتس البلاوي اللي بتتاخد دي، كيس المقرمشات ما ندي فشار جميل ومغذي ومليان فيتامينات. ما بيتخنش الفشار صح؟ لو كلناه بكميه معقوله ولو ما خدناهوش بكراميل وسكر وكان طالع منه دلوقتي حاجات وبالشوكولاته وحاجات ده بيتخن. لكن الفشار بيتعب القولون، بيتعب القولون بيعمل انتفاخ للي عندهم قولون، لكن الناس الطبيعيه مش هيتعبوا. فلو ادينا اولاد فشار مع ساندويتش تملي البروتين مهم قوي، عشان الولاد تملي بتتعبنا شويه في اللحمه والفراخ. بيض تونه فول حمص، حمص السبريد جميل وبيدي طاقه. فنبعد شويه عن المحمرات، نبعد شويه عن السناكس اللي ملهاش لازمه نحددها مره او مرتين في الاسبوع، نبعد عن العصاير المحفوظه لاني ما بحبش المواد الحافظه وما بحبش الالوان الصناعيه خالص للاطفال. والاطفال دلوقتي اغلبهم هايبرين، الحاجات دي بتساعد على الهايبر الزياده. اوكي دي نقطه مهمه جدا. طيب لو انا اتكلمت عن بعض الادويه الموجوده حاليا ان هي تسد الشهيه او ان هي يعني تشتغل على حرق الدهون اوريدي، دي لما بنبطلها بنرجع تاني نتخن، فيعني هل برضو نلجا للنقطه اللي قلتيها اللي هو الدايت ان انا اخلي بالي، ولا الموضوع هيبقى برضو مختلف؟ لا بصي النقطه دي مهمه قوي يا نهوان. تملي لازم الناس تفهم ان اي وسيله تخسيس، انا بتكلم على الامن، انا مش دعوه مش امن خالص، سواء عمليات تكميم او وات ايفر، وسواء ادويه امنه اللي احنا بنتكلم عليها دي تول. يعني ايه تول؟ يعني وسيله ان انا اخس اسرع او انها تزود ارادتي شويه لاني ما عنديش اراده، بس مش اسلوب حياه، بس مش العصايه السحريه، بس مش هكمل عليها طول عمري. بدليل ان دلوقتي عادات التغذيه كتير جدا بيجوا لنا عاملين تكميم، مش بس واخدين دواء، عاملين تكميم ده يعني شايلين 80% من المعده تخنوا. ليه؟ لان زي ما قلنا لو ما طلعناش من ازاي اخس، الطول دي ساعدتني ان اخس بطريقه صحيه وبقى اسلوب حياه، انا هفضل اتخن طول عمري. لاني ما دام تخنت قبل كده زي ما بنقول لو رجعت لاسلوبي الاولاني هتخن. مفيش ماجيكال سولوشن، مفيش لسه حل سحري ان انا اخس واكل اللي انا عايزه وما اتخنش، حتى للي شايلين 80% من معدته. تمام. في ادويه معينه بتبقى انتندد لعلاج مرض ما، يعني مثلا ادويه حساسيه، بس اصل انا خضت في الحته دي شويه عشان كده بكلمك عن تجربه. يعني لما كنت بسال على ادويه فاتحه للشهيه، فالبعض اقترح عليا دواء معين، اكيد حضرتك عارفاه، عارفة طبعا حرف التي طبعا. تمام. المفروض ان ده دواء حساسيه ولكن ليه انعكاس على فتح الشهيه. الدواء ده واللي زيه لاحظت ان في انقسام في اراء حتى الاطباء المتخصصين في التغذيه العلاجيه. البعض يقول لك اوعى ده بيدخل على المخ على طول وبيغير الكيمياء بتاعت المخ الى اخره، والبعض الاخر بيقول لك لا هو امن لو انت استخدمتيه مثلا تاخديه يوميا لمده 15 يوم وتبطلي 5 ايام لمده شهرين. حلو قوي السؤال ده. بص هو يعني انا بشوف تملي في الحاجات دي الراي واضح ليه. اما انا دلوقتي اجي اقول لك ايه انا باخد دواء قلبي يخسس، هتقول لي إيه انت كده مش دكتور. دواء قلب يخسس. بص في حاجه اسمها ابروفل. يعني ايه ابروفل؟ ان المنظمات العالميه زي الاف دي اي تابروف الدواء ده لده. للمرض ده. دلوقتي الدواء اللي انت بتقول عليه ابروفد او الماده دي ابروفد للحساسيه. في ادويه ثانيه ابروفد للسمنه، ادويه ثانيه ابروفد للاندر ويت. ما بتعملش بقى شغل الادويه الثالثه دي. يبقى لسه ما اخترعوش حاجه انها تنفع لدي، يا اما كانوا عملوا الدواء ده عملوا له ابروفل انه يشتغل على دي. وياما حاجات طلعت على كده. يعني دلوقتي مثلا اما جم وقت الكورونا كانوا بيعملوا ايه؟ بيدوروا على ادويه ثانيه، ويمكن احنا سمعنا عن ادويه كتير دي بتاعت ايه ودي بتاعت ايه، بناخدها كوقاء للكورونا. ابحاث بقى طلعت صح غلط وات ايفر بيعملوا عليها في حاجه للجرب. كنا بيقول لك بنعيد اكتشاف الدواء او ادويه معينه انها ممكن صح للديدان. بنعيد اكتشاف ادويه معينه انها ممكن تشتغل على الفيروس. الواحد كان بيزعل وهو بياخده والله. بالظبط. وطلع في الاخر ما بيعملش حاجه، بس يعني ما علينا. كمان؟ في ابحاث لكده، لو والله الدواء اللي احنا اكتشفناه وبنديه، طب ما كانوا يخترعوه للناس الاندر ويت. فمعنى ان هو مش ابروفد من المنظمات العالميه ان احنا بنفتي على طول كده. فهي ما فيهاش راي، واحنا بجد واحنا بندرس قالوا لنا ممنوع.
يعني اشمعنى السمنه ليها مليون حل مش مليون والله ما الناس كلها تخينه ايه حاجه عجيبه جدا والله الناس كلها تخينه هينق بقى لا لا ملهاش مليون حل في ليها شويه حاجات بس فعلا الادويه دي منها الدواء اللي انت قلته كنا فعلا بنديه لغايه ما لقوا اضراره بصي تملي اصل الابروفل بيبقى ايه لو مسكت اي دواء في الدنيا حتى الادويه اللي كنا بنديها لاولادنا واحنا صغيرين او الانتي بيوتيك هتلاقي اضرار وهتلاقي ميزات لو الاضرار اكتر من الميزات ما بيبقاش ابروف لان ضرره اكتر فالدواء اللي انت بتقول عليه لقوا انه ضرره للي عايز يزيد اكتر من الفايده ان هو زاد هي اللعبه في كده لكن حزود حيزود هيفتح النفس بس هيضر ايه اكتر للي عنده حساسيه او اللي هو بياخده لحاجه ثانيه نفعه اكتر من ضرره اللعبه تملي في ابروفل الادويه في الحته دي فدي مهمه قوي ان احنا نفهم يعني حضرتك مش مع النوع ده من الادويه وعلى فكره تملي بقول دكاتره التغذيه يا ريت يا ريت الحاجات دي كانت امنه كنا اديناها وريحنا نفسنا بدل ما نقعد نزود وندي ونتابع ونزود بالتدريج او ننقص بالتدريج ما ادي اي ادويه امنه او مش ادويه تفتح النفس او تسد النفس بمعنى ان فيها ضرر ان انا بضر اللي قدامي مش بفيده وما اقدرش استخدمها طيب لو رحنا لناس يعني الاساليب كتيره قوي في الدايت كل واحد بيخترع حاجه حد يجي يقول مثلا وجبه واحده في اليوم بس وجبه تقيله دي تخسسك هل اصلا الكلام ده برضو صح وجبه تقيله تخسسك تاكل وجبه واحده في اليوم بس تاكل اللي انت عايزه هي في الاخر سعرات بتخش حتى لو في وجبه واحده خدت كل السعرات ما بنفضلش لان غالبا اللي بياخد وجبه واحده بياخدها كبيره قوي وبيبقى جاع تبقى اخر اليوم بعد شغل كتير وفي ناس بتشتكي انها بتاخد وجبه واحده وبتخس يعني الاندر ويت يشتكوا انهم وجبه واحده وبيخسوا في ناس كثيره جدا بيجوا لنا بياخدوا وجبه واحده وبيتخنوا بس هي في الاخر احنا تملي بنقول الخسيه والتخن تملي لازم يبقى بصحه فتملي بنقول لما بناخد وجبه واحده ما بنعرفش ناخد كل النيوترينتس اللي جسمنا محتاجها عشان المناعه السؤال الكريم كان بيسال عليه هي منظومه صحيه يعني نقول مشاريب بتزود المناعه الاكل بيزود المناعه اخس بصوره صحيه يبقى وشي كويس يبقى شعري كويس تبقى صحتي كويسه فمهما اكلت في الوجبه مش هعرف اخد الفاكهه والخضار والنشويات المفيده والبروتينات اللي جسمي محتاجها ثرو اوت ذا داي فعمرها ما بتمشي كده هخس بس مش هاخد النيوترينتس هخس مش بصحه بس هخس في اساليب كتيره جدا ممكن اخس بيها بس مش صحيه فبحبهاش قوي اتليست ممكن نحط سناكس معاها يعني مش لازم ناخد وجبات رئيسيه معاها بس ممكن نحط سناكس معاها واحنا ليه بنتخن اصلا عشان بناكل اكتر من احتياجاتنا يعني ده سؤال بقى عايزه افهمه قوي اصلا هو دي ملوش رد يعني الاكل شيء لازم نعمله عشان نعيش طب ليه بقى ده يبقى ندفع يا والله يعني ليه ندفع الاعتدال بقى هو المقياس الاعتدال احنا بناكل اكتر ما احنا محتاجين لا مش يعني صحيح بنبقى مش شبعانين يعني تلت بطنك وتلت شربك وتلت نفسك احنا بنكبس للاخر وبنجيب فول تانك ما الاكل حلو كده فعلشان ما بنعملش حتى اللي ربنا اللي خلقنا قال عليها عشان كده بنتخن لكن اللي فعلا خدنا تلت وتلت وتلت حتى الاكل التلت اللي خدناه حاجات زي ما بنقول بنتخن عمرنا ما هنتخن نبقى ثابتين لكن احنا بناكل زياده عن طاقتنا يا اما في السعرات يا اما في العدد يا اما في الاثنين وغالبا بيبقى في الاثنين جميل طيب الميه هل الميه زيها زي اي حاجه كترها بيضر يعني المبالغه فيها بتبقى مضره ولا الميه امنه في كل الاحوال ايا كانت لا في حاجه اسمها تسمم ميه بس ده يعني في الحالات انا بشرب ميه كتير قوي مش كده حتى في رمضان بنقول ما نخشش على ميه كتير قوي بتعمل حاجه اسمها هايبوناتريميا يعني زي تقول بتخفف الالكترولايتس او الاملاح فبتعمل حاجه ممكن تؤدي لانفجار خلايا لو شربت ميه كتير قوي ومره يعني اللي هو كتير قوي قد ايه مثلا يعني مثلا في رمضان حد عطشان قوي يشرب 3 لتر ممكن تعمل هايبوناتريميا او تسمم ميه فالميه بتتوزع لو اتوزعت ثرو اوت ذا داي والميه بتتحسب بحسبه ظريفه قوي نزيد عنها شويه ما نفتريش يعني وزننا بنقسمه على 30 يعني لو انا وزني 60 كيلو وقسمته على 30 يبقى لي 2 لتر في اليوم ما اشربش 7 8 وال 2 لتر يبقوا متوزعين على مدار طبعا اليوم. طبعا يبقوا متوزعين احسن حاجه يبقوا متوزعين شربت 3 لتر 3 لتر ونص في ناس تشرب ميه زياده 4 لتر ماشي بس ازيد من كده ممكن اضر نفسي 4 لتر اللي هي 4 ازايز ميه كبار يعني الازازه الصغيره 600 مللي الازازه الكبيره لتر ونص الازازه الكبيره لتر ونص مش لتر واحد فممكن اخد 2 2 ونص بكتير لكن في حاجه اسمها تسمم ميه اي حاجه زياده عن طاقتها بتضر حتى لو امنه دي لازم الناس تاخدها رول كلت شربت ميه زياده عن طاقتي ممكن تضرني كلت فاكهه زياده عن طاقتي هتضرني كلت جرجير يعني اي حاجه امنه جدا زياده عن الطاقه حتى الاعشاب الطبيعيه ساعات بتضر لو خدناها زياده عن طاقتنا فكل حاجه بالاعتدال حتى العك والاكل الغلط بالاعتدال مش هيضر مش هيتخن لو باعتدال مش هيتخن ايه يا كريم بتأمن هي عايزه تاخد يعني عقد على ضمانتك
عايزه تمشي واخد. انا هسالك سؤال قوي بقى جدا، ده انا نفسي عايزه اعرف اجابته. انا دلوقتي معتدله في اكلي جدا، في حاجه اسمها كريفنج، انا جه في نفسي حاجه عايزه اكلها دلوقتي نفسي فيها، هل احنا نسيطر يعني على نفسنا لما نحس الاحساس ده، ولا لا مفيش مشكله نجيب اللي نفسنا فيه حتى لو كان حاجه؟ واكيد هو يعني بطبيعه الحال اللي بيجي في نفسنا بتبقى حاجات بتتخن يعني. يعني انا بقى ما عنديش يعني ما بحبش اجي برضو ضد الطبيعه البشريه، من الاخر عندي كريفنجز اكل اللي انا عايزاه، بس اخد بالي من الادمان، فمش كل يوم هيجي لي كريفنج، الاول هيجي لي يوم في حاجه الأسبوع مش في ايدينا بقى. لا في ايدينا جدا، عشان كده بقول لك اللي بيعمل دايت، امال اللي بيعمل دايت بيكمل ازاي؟ الكريفنج جات لي مره مرتين، يمكن الستات قبل الدوره الشهريه شويه بيجي لهم كريفنجز اكتر شويه، مش مشكله لان دي ظروف هرمونيه غصب عني. تجي لي مره مرتين ثلاثه جالي كريفنج، هديك اكزامبل، ما كريفنجز بتجي لنا على الحلو، واحد اتنين تلات ايام جات لي كريفنجز كلت، بقيت الاسبوع مش هاكل حلويات. طب لو جالي كريفنج هاكل طعم او بيتزا يا همبرجر، هاكل، بس يوم جالي بيتزا، يوم جالي همبرجر، يوم جالي فراخ بانيه، ثلاث ايام هظبط، الاربع ايام التانيين عمري ما هتخن. هي مشكله في الدايت وفي التدخين هي الاراده الحقيقه، يعني دايما العامل الرئيسي. بس بصي يا كريم، هي الاراده تملي بتيجي من جوانا، بمعنى ايه؟ انا عايزه اشوف نفسي فين، يعني دي مهمه جدا. انا دلوقتي عايزه ابقى مذيع ناجح او مذيع ناجح، هقعد اقرا واعمل مجهود؟ لا والله، انا عايزه ابقى مذيع ناجح وانا خارج طول النهار وما بفتحش ورقه طول، لا مش هبقى ناجح. صح، مش انا اكيد بيجي لكم حاجات مش قادر اسهر علشان عندي شغل، لازم اقعد احضر عشان عندي شغل، يعني في ثمن بيدفع نتيجه اي نجاح. لو انا عايزه اشوف شكلي في الشيب ده لازم ثمن يدفع قصاد، يعني الناس ما تفتكرش ان الناس الرفيعين، نسبه منهم قوي اللي رفيعين عشان خلقه ربنا، بقيه الناس عامله مجهود. ليه؟ انا شايفه نفسي في الشكل ده مظبوط. الممثلين والسليبرتيز تملي ما بيجيبوا عنهم حتى تفاصيل بياكلوا ايه وايه ومين بيبعت لهم اكل ايه وطماطمايه وجرجيريه، هم شايفين نفسهم في الشكل ده، مش عايزين يضحوا عشان يلبسوا كويس يبقى شكلهم حلو يبقوا مبسوطين. مفيش نجاح من غير مجهود، عشان الناس كلها كل الاسئله في كل العيادات في كل البرامج، وبالتالي انتوا بتتعرضوا لكده كتير، عايزين نخس واحنا قاعدين، عايزين المشروب الحارق، عايزين ناكل كتير قوي 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 وما نتخنش. لا، مفيش نجاح في الدنيا عامه من غير مجهود. حتى الجنه مش هنخشها غير لما نبقى كويسين، نعملوا كذا كذا كذا، فمفيش نجاح بصفه عامه. هي دي بقى اللي بتجدد الاراده او بتحسن الاراده. مفيش نجاح في اي حاجه في الدنيا بدون اتخاذ قرار وبدء خطوات حتى لو بسيطه ان انا نفذها، مش لازم تبقى خطوات قويه يعني. طلعنا من الدايت خالص ودخلنا في يعني كلام مفيد وجميل، بس بجد الحاجات دي قد ايه بتفرق، لان زي ما نهاوند ابتدت، الدايت اصلا قرار رخم جدا. ليه؟ لانها شهوه بنسيطر عليها بنحجمها، ففعلا هي صعبه وصعبه من جوه جدا، لان شهوه من شهوات الدنيا يعني. ربنا عمل لنا الصيام لان الاكل شهوه قويه جدا طبعا. من شهوات الدنيا، ده هو من ملذات الحياه، من ملذات الحياه والاخره يعني، يخشوا الجنه تلاقوا اكل حلو وفواكه حلوه طبعا. فهي فعلا من ملذات الحياه، فان احنا نسيطر عليها برخامه او بغلاسه او بحرمان منقطع نظير هيفشل، مكتوب عليه الفشل. لكن لو عملنا الكونسيبت ده بالراحه، اراده، شكلي فين، اطلع صور ناس رفيعه اقول انا عايزه ابقى كده، اطلع صوري وانا رفيعه وما تخنت واقارن بينهم، قد ايه الحاجات دي بتفرق. عارفه انا كنت عامله ايه مره لما يعني جت فتره تخنت شويه؟ كنت حاطه وول بيبر على تليفوني واحده تخينه قوي عشان كل ما ابص لها اقول انا مش عايزه ابقى كده. عارفه على فكره فرقت والله جدا، انا بعمل العكس بقى. اما فعلا الحاجات دي قد ايه بتفرق. على فكره اللي هي بتقوله ده بيدل على اهميه فعلا الحاله النفسيه في كده طبعا. انا بعمل العكس بقى، كنت ايه اما مثلا عايزه اخس شويه واجي الاقي نفسي هعك، افتح مثلا الانستجرام او اي حد على واحده بقى مغنيه ولا ممثله بحبها موزه ورفيعه وبتلبس تحفه، ابص كده مش هاكل مش هاكل. لا يمكن اتخن. ففعلا باللي انت عملتيه او بكده الاراده بتتقوى شويه، او اللي تخن وخس اما يجي يعك يبص لنفسه هو تخين. صح. او العكس، لو انا تخين وعايزه اخس ابص لحد رفيع بحبه عشان ابقى زيه. طيب الحبوب الخميره برضو من ضمن الحاجات جميله حلوه، تخيل بقى بنستخدمها في الخسيه وفي التخن، يعني ناخدها قبل الاكل بقى عشان تسد النفس، وناخدها بعد الاكل عشان تفتح النفس. تخيل يعني قبل الاكل الثلاث وجبات. طب ما قلتليش على حبوب الخميره دي ليه بقى؟ انا كل حلقه بقى اديكي حاجه بعد الاكل عشان تفتح النفس. تفتح النفس قبل الاكل بكوبايتين ميه بتنفش بتسد النفس. ده على الريق ولا قبل كل وجبه؟ قبل كل وجبه ثلاث مرات في اليوم. اوكي، فدي بتفرق قوي يعني. غريبة قوي سبحان الله، يعني نفس الحاجة ليها مفعول ومفعول عكس. تخيل، أنا كمان بحب الخميرة الطازة.
اللي عايزين نجيبها منين؟ لو اتلقت يعني ساعات بتتجاب من الفرن، كانت بتتجاب زمان بس يعني زمان صح. لسه واحده حبيبتي كان اسمها خميره بيره. خميره بيره ايوه برافو عليك. انا عارف الاسم ده. أيوة لسه واحده بقى بتقول لي كمان على حاجه تحفه انا غشها منها، بتقول لي بيعملوا بيجيبوا الخميره وبيحطوا عليها جنزبيل وقرفه وخل تفاح. اوكي خلاص دي عشان الخسيه. حلو. وبيعجنوها ويعملوها اقراص طبيعيه جدا. أوكي. تتاخد قبل الاكل. اصلا القرفه وخل التفاح والجنزبيل بيعلوا المناعه وبيزودوا الحرق اصلا، وكلهم عليهم ابحاث. مع الخميره قبل الاكل، الخميره بتنفش جدا، الخميره مليانه فيتامينز على فكره جدا. فحتى انا تملي كنت بعمل حركه كده خبيثه شويه بديها الناس اللي عندها حبوب، بتاخدي خميره بتخلي الوش صافي جدا مليانه فوائد طبيعيه. يعني الخميره دي احنا لازم نعجنها ولا ممكن حد يعملها لنا ولا لا؟ هي بتتباع في الفرن، عارفه لو رحتي في اي حاجه جاهزه في، بس في الخميره الفوريه وفي قراص خميره في الصيدليات. اي بيكري بقى ممكن انا بحب قوي الكاتا اللي بنروح نجيبها من عند وكنا حتى بنحطها في الفريزر ونطلع كيوبس كده. طب اعملي بقى، انا بحب الحاجات الطبيعيه. اه انا بقول لك الست الجميله بتبقى حبايه واحده سواء قبل او بعد على حسب الغرض، تبقى حبايه ولا حبايتين؟ حبايتين قبل الاكل. هقولها تاني عشان الناس ما تتلخبطش، الناس اللي هتتخن هتخس. حبايتين مع كوبايتين ميه قبل الاكل بنص ساعه، اللي عايز يخس. اللي عايز يتخن بناخد حبايتين بعد الاكل، تفتح النفس الفيتامينات اللي فيها لان فيها فيتامينز. احنا ساعات ما بناخد فيتامينز نفسنا بتتفتح، الناس بتقول لك بتجوع، فده اللي بتعمله مع النحافه. اما بناخدها قبل الميه، الالياف اللي فيها مع الميه بتنفش بتسد النفس. طيب كويس جدا. انا عايزه اروح للكوفي بقى، القهوه والحاجات اللي زيك. ايوه اللي احنا بنحبها. الله. فهل يعني لينا ليميت معين ولا الموضوع يعني تمام؟ بصي مبدئيا انا كويس السؤال ده قوي، لسه كنت بفكر فيه وانا جايه، وسبحان الله بقول مش عارفه هيجي كلام عليه ولا لا. القهوه من اقوى المواد في العالم اللي بيسموها تعلي المود، لان ناس كتير قوي بتسالني ايه دكتور بيقولوا القهوه بتتخن بتمنع الحرق. دي الكلمه بتمنع الحرق. القهوه اللي بتمنع الحرق الساشتس اللي بناخدها اللي فيها تريسز قهوه، فتوات قهوه وكريمر وفليفرز، يعني حاجات مصنعه كتير قوي. هي مش حكايه هتوقف الحرق، هي هتمنع النخس لان فيها سعرات عاليه جدا. اول ما اخد اصحابي بقى كتير قوي بيخسوا، الاقيهم مثلا بياخدوا ايه 8 لاتيه في اليوم. يا حبيب قلبي اللاتيه اللي بتاخده ده نص لتر الواحد، انت بتاخد لي ده 4 لتر في اليوم فوق الاكل. واو. وكمل كامل الدسم. او يقول لي ده خالي الدسم من غير سكر، لا يا حبيب قلبي، اللبن حتى الخالي الدسم فيه سعرات. لكن القهوه كقهوه من اقوى المواد، المضادات الاكسده جميله، بتفوق فبتعلي المود جدا. القهوه العربي برضو ولا لا؟ جميع انواع القهوه اللي بيفرق تحميصها. اوكي. يعني الخضره اللي هي العربي دي خضره بتتحمص بالهيل في غامق بالظبط، جميله جدا، فبتعلي المود بتزود الحرق. ويمكن كريم هيفهم في الجيم على طول يدوا الحاجات اللي هي بتعلي الحرق كلها فيها كافيين، نقول لهم ياخد باله اللي عندهم ضغط عالي اللي عندهم كده انها بتبقى مركزه لان الكافيين بيعلي الحرق. فهي بتعلي الحرق، بتفوق، بتاليفيت المود، عليها دراسات انها بتمنع الالزهايمر، بتمنع الدبرشن، الباركنسونيزم اللي هو شلل الرعاش، بتمنعه بالدراسات لغايه 60%. في دراسات بتقول انها بتقلل جدا من حدوث السكر على فكره. اما بناخدها بكميه معقوله في اليوم، ما نزيدش ما نافورش، يعني لو افورنا بتعمل انكزايتي اللي هي تقلل النوم، بتعصب لانها اصلا بتحفز الجهاز العصبي. فمن الحاجات اللي بتقول ممكن ناخدها قبل الجيم، بتزود القدره البدنيه. فالقهوه من الحاجات الجميله. ليا قد ايه؟ احنا بنقول تملي بالكتير 400 ملي جرام. بمعنى خلينا نقول ان فنجان القهوه ايا كان هي طبعا بلس اور ماينس، بس عشان ما نتوهش الناس هنقول ان هو 100 ملي جرام، والشاي خلينا نقول بلس اور ماينس 50 ملي جرام. فبالكتير يبقى عندنا 2 قهوه و2 شاي في اليوم، يعني او 3 قهوه و1 شاي بالكتير. بس ناخد بالنا ان المشروبات الغازيه الغامقه فيها كافيين، ان الشوكولاته فيها كافيين، فلو باخد الحاجات دي هقلل من الشاي والقهوه في اليوم. نورتينا وافدتينا كالعاده. ما بشبعش بالكلام معاك. والله بجد بتنورينا دايما. ميرسي جدا. ميرسي لوجودك معانا دكتور مروه بجد، وبنستفيد حقيقي احنا اصلا كمان بنستفيد. يا هوا انت خالص. نورينا تاني قريب ان شاء الله. فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم.